الصبح في المزرعه ولا يا خديو، هيبقى بالتناوب ولا يا صاحبي مع ابو حمزه هناك. معلش يا مينا، اليومين دول يا باشا محدش عارف عبد التيمور ده بيفكر في ايه ولا بيخطط لايه. يا حمزه. ايوه يا خديوي، في رجاله دخلوا على حريقه في اول المزرعه، ورحنا انا والرجاله نطفيها، دخلوا خطفوا غزل. قلت له يا عم انت اسمعني بس يا خديوي، دخلوا خطفوا عربيه جيب سودا وطلع بقى على طريق الغزاله. لو انت قريب منهم اقطع عليهم وانا جاي لك انا والرجاله. يا حمزه. ايوه مينا. قلت له ايه؟ يلا يلا مين تطشنا انا؟ الله انا بتضربني ها ها؟ عامل لي راجل. يلا كفايه يلا كفايه. ايه ده جابني كده من شعري؟ انا هربيه. بقول لك ايه؟ ايه اوكي. انت بتضربني بالروسيه يا خديوي؟ انت اتجننت؟ انت شايف عملت ايه؟ شايف؟ انا قلت ما تخرجيش بره اوضتك، حصل ولا ما حصلش؟ انت ما تزعليش! انت ما تزعليش خالص! انت بتزعلي ليه؟ لا ازعل! ولازم يبقى في سامعان كلام. لا! انت ما تعليش صوتك عليا ابدا! انت فاهم؟ لا اعلي صوتي، وهتسمعي كلامي. وانا اسمع كلامك ليه؟ انت ابويا؟ ولا جوزي؟ ولا خطيبي؟ انا بقى عايز افهم. اسمع كلامك عشان ليه؟ خايف عليكي. وخايف عليا ايه بقى ان شاء الله؟ استنى هنا. خايف عليا ليه؟ ها؟ ايه بقى اللي يوصلك ان انت تخاف عليا؟ ايوه ما انا عايز افهم. قول لي بقى خايف عليا ليه؟ انا معاك. قول. مش جاهز بحبك. زلت لسان. ايه عينيا؟ زلت لسان؟ زلت ايه؟ طب انت مش قد اللي انت بتقوله. بتقوله ليه؟ ليه بتقوله؟ ما هو الواحد لما يبقى قد حاجة يقولها. لا ما انا عايز افهم بقى. قول لي بقى قلت ايه؟ ايه اللي انت قلته؟ ولا انت بتنوه على الضربة دي؟ بتموه ها؟ وبعدين عايز اسأل، يعني هو اساسا في بني ادم في الحياة يعني يضرب واحدة ست
بالروسيه؟ يعني انت كنت عاوزه تضيعي وقتنا لحد ما العيال تفوق؟ ما انا موتهم ضرب. ده انت الله اكبر عليك. اه العيال دي كان لازم تتشحن على هنا قبل ما افوقوا عشان نقررهم ونعرف الدنيا فيها ايه. لا ذكي قوي بصراحه. لا فطين. نبيه عابد هو اللي بعتهم يعني. بقول لك انت لمده وغلبويه وانا مش فايق لك. زي ما قلت كده ما تتحركيش منها. اشوف قصه العيال دي وارجع لك. سلام. استنى يا خديوي، في حاجه هنا انت قلتها من شويه. حاجه هنا انا بقى عايز اعرف ايه بقى. انت قلت ايه؟ يلا انا سامع معاك. قول. لا خديوي، هو كلام يتقال وخلاص؟ لا لا، هي في كلمه هو قالها. هو قال كلمة بحبك؟ ولا البتاعة دي مأثرة فيا ولا ايه يا ربي؟ ايه يا وحش؟ الأمانة فين؟ يا باشا هي لسه ما وصلتش لسعادتك؟ لا ازاي؟ ده قاعدة قدامي اهو، احنا بس بنتصل عشان نتسلى ونرغي مع بعض، انت هتستقبل أدامي؟ انت مش متابع شغلك؟ باشا أنا قلت إن الأمانة وصلت. عموما يا باشا اديني 10 دقايق وأرجع لك. 10 دقايق بس. اتفضل. أبوك بيتكلموا كلهم. الو يا ابو علي، مش تطمني ان الدنيا تمام كده والامانه معاك ولا ايه؟ ايه الوضع؟ والله كوتش انا كلمت العيال وقالوا لي المصلحه معاهم وكان كله تمام، وفجاه معرفش بكلمهم تليفوناتهم مقفوله وما بيجمعش من ساعتها. انا هتلاقيه قطع شحن ولا حاجه. شوف ابو خاطر، لو قصرت رقبتي قدام الراجل ده هيبقى فيها حق عرب، وهتيجي تعد بواكي قدام مني. امين. شوف رجالتك فين وارجع لي. ولا انا لمبي